رائعة وها هي تحضر في كأس الطائف ومع قرب انتهاء الموسم الرائع موسم سباقات الطائف. اللحظات الأخيرة فتحت البوابات لمنافسة مهور السنتين على كأس الطائف في 1400 متر باللعبون وبالنجا. تفقيد الكريم يرمش يتعداهم هتان الخير وثروي سلفان مقام البدر إعجابي أخطى اليمين ذا لاين ستايل ديفنس ونخاب ذليق طايب أبو الغرة ومتعزوي. هنا مقام البدر المتوقع انطلاقته يبدأ من الخارج في متابعة من سياتل ديفنس هو المتمركز إلى المركز الأول. ذلاين أيضا ضمن الأسماء المتصدرة. ذلاين يخطف السياج في هذه الأثناء يخطف الصدارة. مقام البدر يليه إلى ثاني المراكز وطايب إلى المركز الثالث. ذليق إلى رابع المراكز وسياتل ديفنس إلى المركز الخامس. إعجابي من خلفهم إلى سادس المراكز. وأشاهد المحاولات هنا ذلاين ومقام البدر الاسمين صعبة في هذا الشوط الاسمين الخطيرة لخيل السرعة. إعجابي يطارد من الخلف ذا لاين لا زال متكيف مع السباق. هنا من قادم من يأتي هنا طايب أيضا يحاول الدخول في هذه الأثناء. مقام البدر يتراجع ذا لاين متصدر ذا لاين ينطلق طايب قادم ابن الحراق مع رودريكس خوسيه. طايب في الظهور الثالث طايب ويب اللعبون الأحمر وإعجابي قادم قادم طايب يخطف المنافسة على خط النهاية ويظفر بالفوز الثاني في سجله والثاني على التوالي. طايب يضرب بجميع الترشيحات عرض الحائط ويضيف الفوز الثاني في سجله السباقي وبأداء ومستوى راقي ورائع. إذن طايب إلى المركز الأول وبزمن وقدره دقيقة 31 ثانية 95 جزء من الثانية لبطل الشوط طايب ابن الحراق الذي سجل الفوز الرائع في سجله السباقي الفوز الثاني على التوالي وبزمن وقدره دقيقة 31 ثانية 95 جزء من الثانية. إذن طايب ابن الحراق ولوم منشين ابنة الموسيتوس لفهد مساعد حمود المطرة في دريبات لأسد مروان والقيادة ليرو داريكس خوسيه يسجل الفوز ويظفر بكأس الطائف. ابن لعبون لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز إلى ثاني المراكز دريبات لعبد الله مشرف والقيادة لنايف العنيزي. المركز الثالث لرقم 10 إعجابي ابن فيت بيدز لنغيمش فهد عبد الهادي العجمي دربات حمد رشيد والقيادة لويس موراليس. المركز الرابع لرقم 12 ذا لاين ابن جولدن سنت لعزام فهد نير العضياني دربات خالد العضياني والقيادة العادل فريدي. المركز الخامس لرقم 8 سلفان ابن ارتكل اوف فيث لعبد المجيد عمر محمد آل الشيخ دربات لغيث الغيث والقيادة لعبد الله العوفي. طايب يأتي بقوة في هذا الشوط ويسجل الفوز الثاني في سجله والثاني على التوالي من المشاركة الثالثة. ظهر في الحفل الرابع حل ثالثا في الحفل الحادي عشر حقق الفوز الأول ليأتي في الحفل الثاني والعشرين ويظفر بكأس الطائف. طايب ابن الحراق ولوم منشين ابنة الموسيتوس يسجل الفوز بمستوى راقي ورائع ما شاء الله تبارك الله. نشاهده طايب يأتي بدخول قوي ومباغت. هذا الجواد من توليد اسطبلات ابناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام ومع طايب يطيب الحديث في الاستوديو التحليلي مع الزميل متعب الشمري. عودة لك أبو طلال. شكرا أحمد. طايب معك الحظ طايب وكاس الطايف عروس المصايف استاهل الخيال يتلقى التهاني من المدرب المتمكن أسعد مروان روديرز خوزيه ينهي التوقعات. وكما ذكرنا الخيل وجيها من أعظام وفيها ضحايا وتحية من الجمهور لطايب مبروك الفهد مساعد حمود المطرفي مالك الجواد والأسعد مروان المدرب وصورة تذكارية
وهذه اللقطات التاريخية والثمينة في عالم سباقات الخيل السنتين كأس الطايف و200 ألف ريال. تفضل عايش. قلنا في ضحايا صحيح، وذكرت أنت أنه في ضحايا صحيح تفضل. صحيح، والشوط هذا من ثلاث شوط تدفع فواتيره، وخاصة صحيح. خيل الأبطال اليوم تضح جليا في السباق أنه الشوط قوي جدا، وخير اللي المرشحة مثل مقام البدر، ومثل اللي ظاهر على الشاشة الآن مقام البدر، ومثل رقم 12 ذلاين، والخيل فوق الدقيقة 31 ثانية. نعم 95. لكن الخيل اللي على 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 الخيل المرشحة في الشوط قام هنا مشى مقام البدر، أبو النجا، طايب. نعم، وهذا ذلاين طايب يراقبهم في المركز الثالث. ذليق رابع ورقم 14 تفضل موجود في الشوط وحاضر. لكن اليوم اللي هو سياتل ديفنس اليوم صراحة شوط حريقة، شوط قوي. خيال طايب انتظر، خلى الخيل اللي قدامها، عارف ان الخيل هذه قدام راح تقوم، راح تتنافس من بينها، راح تذبح بعض، وفعلا هذا اللي حصل. الخيل هذا 400 متر 400 متر مقام البدر وذلاين على لاين واحد وعلى ممشى واحد. بعد العطف الأخير بعد 400 متر تقدم الخيال ما في تنفيس. أي نعم، روديرغو خوسيه بكل اقتدار، عند مبروك المدرب، مبروك المدرب أسعد المروان، والمالك فهد المساعد حمود المطرفي هالكاس، وعلى أنه حصانه جدير، واليوم معه خيل أبطال وكسب من ثالث مشاركة. الله يبارك فيه. دخوله خطير باللعبون زي ما قلنا أنه في بداية الترشيح أنه حصان إعجابي يعني. أي على حضوره وعلى قوته. شوف الصورة، شوف الصورة. نعم صحيح. نواف قبل ما ارجع لك النتيجة النهائية، المركز الاول طايب الفهد مساعد حمود المطرفي، الف مبروك. المركز الثاني باللعبون للامير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، المركز الثالث اعجابي لنغيمش فهد عبد الهادي العجمي، المركز الرابع ذلاين العزام فهد منير العضياني، المركز الخامس سلفان العبد المجيد عمر محمد آل الشيخ. مبروك طايب، ومعه الحظ طايب هذا المساء، وكأس الطايف الـ200 ألف ريال دعم للسنتين. شكرا لنادي سباقات الخيل، شكرا على هذه السباقات الجميلة والقوية، وسمعة الفروسية السعودية بمشيئة الله تعالى عالمية مع هذه السباقات ومهور المستقبل والتنافس في المئة متر الأخير. لحظة أبو طلال، طايب تفضل. مجموعة الخيل كم رأس؟ كلها سوا تسمونها دحمول، جاي دحمول واحد. شوف الخيل هذه نوعية يا أبو طلال، هذه نوعية، هذه قوة، هذه إثارة، هذه ندية. هذا سبق صراحة من أجمل سباقات السنتين. نواف ما تكلمت، كأنك أنت عندك أي تحفظ. مستمتع بكلامك أنت أخوي عايش اليوم. طايب مستوى كبير الصراحة، أنك تمشي مع خيل المقدمة الخيل ممتازة وقريب منها، وأنك تجي في ال 400 متر الأخيرة وتسوي يعني هالتسارع وتحافظ على مركزك وتحقق المكسب اليوم. هالجواد رغم انه يروح اول مره للفربع، الا انه اثبت انه حصان بطل ويملك مقومات يعني اللي يحتاجها حصان الكيسان، خاصه في السنتين. نعم، وابوه ايضا، ابوه يعني غني عن التعريف، الحصان ثالث اول. نعم يعني ما جاء، يعني انا ما جاء من فراغ طبعا، ما رشح فراغ. طيب يعني 81 يمكن ما رشح قبل الشوط فعلا، لكن الله يبارك فيه اليوم اثبت انه خامه نادرة وحصان كلاس. اليوم حقق المكسب بجدارة واستحقاق. تابع الآن، نذهب للتتويج. الآن يتوج صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل كأس الطايف للمالك فهد مساعد حمود المطرفي، والمدرب أسعد المروان، والخيال أيضا خوزيه. مبروك، يحق لك بأن ترفع هذا الكأس عاليا، 200 ألف ريال كأس الطايف مهور السنتين بطل الأبطال هذا المساء. طايب ومعك الحظ طايب، صورة تذكارية وجميلة. شكرا لسمو الأمير بندر بن خالد الفيصل، وهذا التتويج والصورة الجميلة أيضا لهذه الكأس الغالية، كأس الطايف عروس المصايف. أرفع الكأس عاليا، استاهل، مبروك. تفضل نواف. صراحة يعني مستوى كبير اليوم، إنجاز رائع، ألف مبروك لفهد مساعد المطرفي والمدرب. أنا أسعد.
والمدرب المتألق في الحقيقة مدرب قاعد يقدم خيله بطرق ممتازة ويظهرها لنا بإمكانيات فنية رائعة. المدرب الأسعد مروان يعني في تطور ملحوظ في مستوى جيادة، بارك له وهني. أيضا رودريغز خوزيه الخيال المتألق اليوم صراحة قدموا لنا سبق ممتاز، وأيضا أبارك للمربي اللي أنتج هالخامة الممتازة، أبناء فهد نير العضياني، فيصل العضياني. مبروك اليوم المنتج بعد. نعم مبروك أيضا للمنتج هالإنتاج الفاخر الصراحة. أمه يا أبو أحمد منشن فرس كانت تركض في الميدان، فرس مستوردة كانت تركض باسم أبناء فهد منير العضياني. عطنا ما خلف كواليس عايش. اي والله يا ابو عطنا كانت تركض وفرس سبوق ما بين الحراق ومنشن وكان مستقطبها المالك فيصل بن فهد العضياني من نعم هذه الصورة التذكارية. نعم هذه الصورة التذكارية، المالك والمنتج والمدرب والخيال يستاهل. جميلة هذه الصورة، يستاهل من حصل شيء يستاهله. خوزي عاليا كأس الطائف قبلة على الكأس ونخبة نخبة ونخبة شوط نخبة شوط نخبوي نخبوي نخبوي. نعم اشكرك عايش. كل اقتدار يا ابو طلال نواف صراحه شوط يا اخي الشوط الفاخر ينعشك. اي بالله ينعشك وممتع جدا، خصوصا ان اليوم يعني صراحه هالجواد تفوق على الجميع واظهر امكانيات خرافيه. اليوم هالجواد راح يحسب له الف حساب في جميع الاشواط، خاصه انه بالشعبه اللي اليوم ركض فيها هالجواد اثبت انه حصان فاخر. ما عجبني مقام البدر، اختفى ليه؟ من الطبيعي انه قايم عروس الخيل وحاكه الخيل المرشحه تاخذ منه، ورغم انه يعني مشاركه في الحفل 17 اليوم جاي في الحفل 21 ما يعني ما اخذ راحته، لكن الخيل لها ظروف ولها سبق ولها نوعيه. نعم شكرا عايش. راح نذهب سريعا لعبد الله التويجري من ارض الميدان وكاس الطائف 200 الف ريال بحوزه طايب. معك الحظ طايب فهد مساعد حمود المطرفي، ونقول له الف مبروك. تفضل عبد الله. شكرا زميل متعب الشمري، اهلا بكم من جديد. كاس الطائف وكاس الامهار السنتين يذهب للمالك فهد بن مساعد المطرفي. ابو مساعد انت تحمل الرايه لمهور السنتين قبل الانتقال الى ميدان الملك عبد العزيز، الف مبروك. الله يبارك فيك اخوي عبد الله، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحمد الله ونشكره على هذا الفوز. اليوم بصراحه لم يكن من الاسماء المرشحه، هل هذا ريحك نوعا ما؟ ولنا الحصان في السبقين الماضية ما قدم الشيء اللي ممكن يأخذ العاطفة وأسهم الترشيح لهذا الشوط؟ والله شوف الترشيحات أحيانا تصيب وأحيانا تخيب أخوي عبد الله، ولكن الحمد لله حنا حقوتنا في الحصان كبيرة جدا، حصان معطينا شغل طيب وثقتنا فيه كبيرة، وأنا مرشح قبل الشوط للأمانة وعارف حصاني واثق في حصاني، ولله الحمد ما يخيب الظن والمركز اللي شفته. اليوم على 1400 بتطورون اكيد الى 1600 يوم سعد. والله لازم يركض 1600 خلاص، الاشواط بعد كذا كلها 1600 ايوه، وان شاء الله انك بتشوفه في الرياض وفي احسن من هذا الحال بمشيئه الله ان شاء الله. كيف حصلت عليه وبكم القيمه؟ والله هذا مشترى من اسطبل الاخ العزيز على قلبي ابو سلمان فيصل العضياني، يستاهل، وشريناه مهر عمره سنه تقريبا وعسفنا عندنا والحمد لله معطينا مؤشرات ترى من الرياض من قبل نجي هنا وهاقين فيه هقوة زينة، يعني ركض أول مركاض جاء ثالث، ثاني مركاض كسب، وهذا الثالث كسب ولله الحمد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ركض ثالث أكيد أنه كان تجريبي في الجوائز الخاصة. طبعا الأمهار أنت تعرف أخوي عبد الله يعني أول مركاض تكون غشيمة، ما هي بعرف السبق ما هي بكذا، يعني أول مركاض ما تحكم عليه صحيح، لكن الحمد لله. أنت من الملاك الثقال داعمين السوق أبو مساعد، لما تحصل على الكاس هذا يكبر الأمل بالصفقات الجاية وعينك على 5 مليون؟ والله يا أخ عبد الله إحنا دخلنا الخيل هواية ومحبة، ويعني إلا لقينا الزين ما راح نسيبه، لازم نأخذه يعني مشيئة الله تعالى، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويوفق زملائنا. الشوط قوي على فكرة صحيح، والخيل اللي معها قوية ولا يستهان فيها أكيد، ولكن الخيل سابق ومسبوق يعني يوم لك ويوم عليك، والدليل طول ونص بس بين هذا يدل أن الخيل متقاربة في المستوى، لكن الحمد لله الفائز واحد صحيح. شكرا شكرا لك أخوي عبد الله، الله يوفقك. شكرا لك. المالك فهد مساعد المطرفي بعد انتصاره في كاس الطائف الامهار السنتين، سريعا للزميل متعب الشمري. شكرا عبد الله. انا اشيد بحديث المالك الفائز فهد مساعد حمود المطرفي.